مساء الخير على الجميع. راك مسامح أنه غلطت معايا واسمح لي غلطت في حقك، ما راح يشعب. وجميل أنه نعيش في الحياة هذه بالتسامح، وهذا هو شعارنا في برنامج مرسول الخير. اليوم راح يشاركنا واحد من الفنانين بروحه الفنية والإنسانية، الفنان الحائز على جائزة أجمل أداء غنائي أندلسي. رحبوا معايا بالفنان عبد الوهاب بحري. ضيف حلقة اليوم الفنان عبد الوهاب بحري اللي جاك مرسول خير لقى روحه في مشكل كبير. قصدونا من دار العجزة، قصة شخص في عمره 82 سنة. احنا تربينا على أنه مو الخير دواه الخير، لكن عم منور كان دواه الشر من قبل المرأة تاعه اللي كان يخاف عليها طول حياته 10-20 سنة. باش نسمع التفاصيل نرحبوا بعمي منور في بلاطو برنامج مرسول الخير. عمي منور، انا المرأة تاعك كانت عايشه معك مليح؟ كانت قايمه بك ولا كيفه؟ المشكله في بنها غول بالهذا حقار. شكون اللي ضربك؟ بنها قلت له كروسه. وش قلت له عمي منور؟ كروسه. هو ضربك عمي منور؟ عمي ضرب 10 ايام في السبيطار زميلي. ما تبكيش يا عمي منور، الله يخليك. عمي منور انا هنا معاك ان شاء الله. ان شاء الله اليوم تفرى. الله لا يوريها البوب، الله لا يوريها البوب يا ودي. والله نحلب ما يتحقق لي. جماعه اذا كانت زوجة عمي منور حاضره باش تدخل لبلاطو، وش حوالك؟ لاباس؟ لاباس الحمد لله. بخير؟ ربي يحفظك. الحمد لله. منور راك مليح؟ راني جاكي بك ربي سبحانه. شو هذا وين حكى لنا كلش وحبي يولي لدارو ان شاء الله. برك يعني تقدري تفهمي الراجل هذا الانسان هذا باسكو لا غير فريمون. وشنو هو الامر اللي خلاك تقدري تديه لدار العجازه؟ كان شافي على والو، كان يخرج في الليل نحوسوا عليه، كان يروح يطبطب عند الجيران. طبطب عند الجيران مرات مهبوله، طبطب عند الجيرانيه. عندي جيراني اكثر من 50 سنه ساكن معاهم، طبطب لهم عليهم، مرات نهضر مع نصار ديال هكذا عليها شقير. مادام كان يروح يطبطب في الجيران، لو كان الجيران واش راك تقولوا؟ هما راحوا يشكوا بيا. ما حبوش يشكوا بيك يا المنور. قديتي لي الدار كي العقرب درتي عليا. مادام كتب لك الدار على اسمك ياك. نعم. شاوي دخلوبي. ربي والله غير يهديك ربي، انا عباك قلبي راه يتقطع لداخل، شغل مانيش قادر كاع نقعد لهنايا شغل. والله غير يهديك ربي. والله يا ولدي الانسان هذا والله غير باك اللي ديت خويا كاع راه خلاص. يا دبادي يا ربي ما والو، يعني انسان دار الخير ولقى الشر، يعني مش بيديني نورمالمون ترجعي له الخير. كاين امور ما نقدرش نحكي ومن تاخي شر من احسن تاخي. كاين غير امور ما نقدرش نحكي. واش لهم قلقين باش تحكي معليش؟ انا نشوف كلش توتي كلاغ. انا عندي وليدي راهو قريب قدك. الله يبارك، الله يبارك، يبارك في عمرك. والمشكل كامل ان شاء الله يشدوه لك. ان شاء الله ربي يشدوه لك. ان شاء الله تقدري ترجعي، وان شاء الله اليوم يعني نروحوا فرحانين ونقدروا نلموا الشم بيناتكم. تكون بين وليدك وليدي. جماعه اذا كش واحد فيكم يقدر يقنع هذا وليدها؟ لا 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 يضربني. ضربك شي عمي منور، انا في بلاطو وانا مع الناس هنا. وكتب ضربك يا المنور. طبعني ما ضربوش، طبعني كيش يطبعوا سيد في عمره 90 سنه يطبعوا. جماعه اذا كان وليدها هذا اه خلاص تفضل البرنامج. لا نخرج. ها وجا صاحب المشكل الكبير. هذا فؤاد اللي راه داير لنا المشاكل. قولك حاجه فؤاد يا ابني، راه غير دوكا باباك. ماشي بابا صح رباك يعني كي بابا. انسان مهبول ترفدو في دارك يا عزيز. حسن الكلام الاخ بالعقل. كلمه مهبول هذا راه انسان كبير شغل. كي تقولوا انسان مهبول وقاعدوك مهبول ولا ماشي مهبول ولا ربي لي عالم. صاحبي شوف انت، شوف يقول لك يعني دوك يقول لك الحاضر يقول لك الهضره تلفتها لي على بالك خويا. دوك هذا السيد انسان مهبول، دا اللي تبهدل في الحومه ودوكا ودي تبهدل قدامكم هكذا. هذا باش راك تقول عليه مهبول، هذا انسان راه اكثر من باباك. شارك كروسه ولا لا؟ قول معليش نهضروا الصح. معليش ديه معك للدار ودير الخير. ديه معايا خلاص انا فينا. كون اللي يحب اقسم بالله غير دوك هكذا. بارك الله فيك. معليش صاحبي بالله انا نقوم به. انا نقوم ايوا الحظ نعطي له حبيب تاع 300 هذا في يدير واحد الحوايج في راسه ونمد له 300 400 غير باش يروح عند الحظ. يا صاحبي سيد مهبول جايب بنا نهضروا بالعقل هكذا خونا. ما نهضر معك محترم، ماش نهضر معك فاصون. راه مانيش عند محترم. جايب لي هذا وجايب لي يا مهبول، انت المهبول. هاك بروفوكي فيا دوك. انا بروفوكي فيك. انا محترم ماك، انت تقول لي انت مهبول. محترمتنيش انت مهبول. صاحبي جد لانفيتي تاعك. شوف مش عم ندير المشاكل. عم يجيستري ولا لا نحبسه. الله يهديك خويا، راك مريض على بالك. صورنيش انا جريك يا خويا العزيز. مش انت مريض على بالك.
انت مريض على بالك بلي انت مريض بلي سيدي بروفوكي فيا يا خويا بدات تسخن ابويا ابويا فؤاد غير اخرج على خاطر عبد الوهاب راه بدا يتقلق ما تجي تعاودها ياك تخرج صح تخرج شوف لا سي لا خليك لا خليك الله يحفظك روحي معليش معليش باش يدخل البلاط الله يخليك عبد الوهاب معليش جايبين المقبول هذا يا خليه برا اختي اختي قاعده قدام راجلك راني رايحه خلاص انا قاعده قدام راجلك قدام راجلك هيا شوف البلاصه هاو زاد ولا فؤاد على خاطر يفتي غير المشاكل والفوضى انت ماشي راجل على بالك انت ماشي راجل والله غير ما راجل تعسقل انت اقسم بالله غير شبعك سقلا يا جماعه ما تدخلش البلاط الله يخليك روح الله يخليك عندي تهدر معايا فاصل عيانة وانا مقلق جديد بهدايا لهنا تهدر قدام بيبليك مسكين على بالك مين تهدر قدام بيبليك مسكين اقسم بالله وجهك تاع السخله اقسم بالله بدر في وجهك وطالما يجي عليه شغل السماعه على بالك ما خلي فيه وين وليدك هذا ماشي مربي الله يعطيك الخير هاي الوجه اللي مقابلنا هاي دراعي الله يخلعتوه يا مدام على بالك الله يخلعتوه لك بين الرعب على بالك منور انا على بالك وقت طلع لي السكر اخت اقسم بالله غير الطفل هذا ما كي حتلقاه في كتافك والله والله العظيم هذا الطفل هذا والله ما كي راح تلقاه في كتافك راك يا ربي تعلى هذا ماشي بنادم هذا تعلى ديرك معايا هذا الانسان رفدك ان شاء الله ربي يطيحوا في كاش مرات تحكموا من الودن باسكو هذا تاع الودن هذا ماشي تاع عمي منور سامحها عمي منور سامحني المنور عمي منور او راقد عمي منور نوضت شو عمي منور 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 الخدمه روح الخدمه كي تقلق يروح كاع ها هو الحاجة المنورة دخل في الهالزايمر افريها درك انت يا عبد الوهاب ما يمشي واش راك يا اما واش قال لك قال لي انت يما عمي منور هذه المرأة تاعك عمي منور شو خدا وجه المرأة تاعك هذه سليمة خدا وجه مرتي شكون سليمة هذه ايه مرته الاولى ما يشفاش عليا دوكا راك مليح عمي منور ها راك مليح شكون هذا ضيف ولا شكون جات ضيافة ولا دراما؟ إيه هذا هذا تاع البرنامج عمي منور تاع التلفزيون عمي منور لا لا المنور رانا في البرنامج اللي عيطت لي فيه المنور خليك يتقلق يولي في الحالة هذه يعاود لا إله إلا الله محمد رسول باك عييت يا الله عليك كي يتقلق يولي غدوة غدوة نروح ندير لاشين ونجيب لك ونجيب لك وساقي بالمنوف ليهم قلت لك ما يشفى على والوك وصرتو كي يتقلق معليش الأخت أنت تقدري تديه معك للدار أنا شوفوا لي وحاب يدخل أو حاب يدخل داره يعني حاب يدخل داره أنت تقدري تديه معك للدار وما حبش كون يشكي بيكم يخرجكم من الدار عادي داره باسكو بصح المشكلة وكانت تكون هذا بن عيسى بن عيسى هضر معاه هضر معاه بن عيسى هذا بن عيسى ايه بن عيسى تاع السواقي هضر معاه نعم عمي منور نعم واش راك بن عيسى؟ راني مليح بن عيسى راني مليح بن عيسى اه واش راك ابني بخير؟ والله الحمد لله حرثتوا الارض ولا مازال؟ واش حرثتوا الارض حرث هو يا عبد الوهاب وليدي صفر ولا قعد غير قول للمنور انا حرثنا الارض وخرصنا البطاطا وخلاص سقف المخلوق خلاص بن عيسى ما جاب هذا الهم هذاك بن عيسى اما واش قالك بن عيسى جاب الغله ولا ماشي ابي احكي معك احكي معك احكي معك اما بن عيسى جاب الغله ما على باليش علاش ربي يشافيك عمي منور لا ربي يشافيك ان شاء الله نعم يا ودي لي بصحتي يا بن عيسى واش بيك ما تلقونيش من الخدمه سين نجي نفلح معاكم تما في السواق يلا على بالك واش من العام رانا فيه اليوم هذا العام واش رانا العام هذا رانا في 75 وين 75 راه عندنا ابو مدين الرئيس تاعنا يا عبد الوهاب عبد الوهاب لا 75 لا سنة 2021 على خاطر رانا في 2021 في رمضان على خاطر هذه الكاميرا المخفية مع جدو حسن بن عيسى بن عيسى يهدر معاك ما حبش يهدر معايا الله يا قولوا له شكون انا هذا طوحك
سادة. علاش جدو حسن انا ماشي ابن عيسى ينرعش يا خويا علاش خويا ابن عيسى ما قدرتش يا خويا اسمح لي قال لي اسمح لي يا خويا يا خويا يعطيكم الصحة هو جدو حسن جدو حسن كوم دابيتود كوم الصحة وصحة رمضانكم وإن شاء الله تصوموا كل عام بخير وسنونا في رمضان إن شاء الله رمضان في رمضان مع جد وحسن يعطيك الصحة يلا.